تذكرت الوقوف أمام ربي رهينا بالمعاصي والذنوب وأعضائي وقد شهدت علي أمام الله وافتضحت عيوبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. مع الدرس الرابع من سلسلة لا تعصي الله. فبعد أن تحدثنا في الدرس الثالث عن خطر وآثر المعصية على الفرد والمجتمع، الآن إن شاء الله تعالى لا تعصي الله. إذا لا تعصي الله، يمكن أن تعصي غير الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. المخلوق مخلوق، فلا يمكن أن تطيع مخلوقا في كل شيء، لكن الله الذي خلق، الذي رزق، الذي أمدك بالنعم كلها تعصيه؟ لا تقدر الله حق قدره، كيف تعصي الله سبحانه عز وجل وهو الذي أوجدك ولم تكن شيئا؟ ألا تعرف الترتيبات التي أجراها الله تعالى في أصلاب الرجال وأرحم النساء حتى تكون أنت؟ أين كنت تسكن؟ خرجت من مجرى بول الرجل في صورة حيوان منوي لا يرى بالعين المجردة، ثم بعد ذلك بعد 9 أشهر خرجت من مجرى بول المرأة لا يد لك تبطش، لا سن لك تقطع، إنما ركز الله في فطرتك الصراخ حينما تحتاج إلى شيء. إذا احتجت إلى الطعام صرخت، وإذا بالأم وقد قذف الله في قلبها الرحمة وأجرى في صدرها ينبوعين ساخنين من لبن صاف خالصا بارد صيفا ساخن شتاء، فتلزقك بصدرها وتسقيك من هذا اللبن الذي أخرجه الله من بني فرث ودم. وأنت أنت، من أنت؟ إنني حينما أذكر هذا الأمر وأذكر كيف أن الله تبارك وتعالى أجرى كل هذه الترتيبات وخاصة في رحم الأم، يستحي الإنسان من ربه سبحانه عز وجل أن يرفع بصره إلى السماء حياء منه وتعظيما لجلاله سبحانه عز وجل. ألا تدري يا عبد الله أن المرأة الأم في أشد المناطق حرارة، 50 درجة في إفريقيا، أنت أو الجنين الذي في بطن الأم في هذه المناطق الحارة درجة الحرارة هي 37، الأم تحترق في الخارج وأنت تنعم في بطنها بمناخ طيب جيد حتى تستمر حياتك. والأم هناك في سيبيريا 50 درجة تحت الصفر تكتوي بلظى القر حتى يتجمد الدم في عرقها، والجنين هناك ينعم بمناخ هادئ لطيف 37 درجة. كل ذلك من أجلك أنت حتى تستمر حياتك. لا أتحدث كيف كان الإنسان هناك في ذلك البطن يأتيه المأكل والمشرب والنفس. سبحانك ربي سبحانك، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خرجت بعد ذلك من رحم أمك وأنت تصرخ حينما تصطدم أعضاؤك الطرية بالأكسجين لأول مرة، خرجت لهذه الدار ليس لك سن تقطع ولا يدك تبطش ولا أي قوة، وإذا بعناية الله تعالى من خلال الترتيبات التي أجراها الله تعالى في الكون تستمر حياتك. هو الذي أوجدك ولم تكن شيئا، هو الذي أمدك بكل أسباب الحياة، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله على هذه النعمة،
ثم كرمك الله تعالى سبحانه عز وجل فجعلك من أكرم الخلق على الله سبحانه عز وجل، ثم بعد ذلك يا مسلما هداك الله تعالى فجعلك مؤمنا وجعلك من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعد ذلك ألا تستحي من أن تعصيه؟ إن المؤمن الذي يعظم الله ويعرف قدر الله تعالى لأن يقذف في النار أهون عليه من أن يعصي. قد روى البخاري ومسلم عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالعبد المؤمن يقذف في النار أهون عليه من أن يعصي الله. إن المؤمن يرى المعصية كرجل واقف عند أصل جبل والجبل يوشك أن يقع عليه، فلأن يقع عليه الجبل فيكسر رأسه أهون عليه من أن يعصي سيده ومولاه. والمنافق الذي فرغ قلبه من تعظيم الله والمنافق الذي فرغ قلبه من تعظيم الله تعالى يرى المعصية كذبابة سقطت على جبينه فهش هكذا: عبدي خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي. وصلى الله على حبيبنا محمد.